أهلا بكم في هذا الجزء الأخير من حديث الأخبار. شهد ملف الصحة في مصر قفزات متتالية خلال السنوات الماضية. تمكنت الدولة المصرية من تحقيق التطوير الشامل في المنظومة الصحية من خلال إطلاق مبادرات رئاسية وصلت إلى 15 مبادرة تشمل جميع الفئات العمرية، كما تضمن التطوير تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الصحية الكبرى الجاري تنفيذها في العديد من المحافظات والمتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال العام الحالي، التي تتضمن تطوير وإنشاء 20 مستشفى بتكلفة تزيد عن 10 مليارات جنيه بإجمالي عدد أسرة 2747 سريرا. لجانب القضاء على قوائم الانتظار، وتم من خلالها إجراء جراحات لمليون و700 ألف مواطن حتى الآن. للحديث أكثر عن هذه الإنجازات اسمحوا لي أن نرحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت رشاد. برحب بك أستاذ رفعت. أهلا بسيادتك، نورنا في حديث الأخبار. سلمك إن شاء الله حاج مبروك وبالك إن شاء الله وكل أمورنا الكريم. يعني هنتكلم طبعا عن نجاحات الكثيرة ربما عرضنا لبعضها في مقدمة هذه الفترة بصوت المواطن البسيط. كيف ترى ما تحقق من نجاحات في ملف وقطاع الصحة في مصر في الفترة السابقة؟ هو هذا الملف كان بيعاني معاناة شديدة في الفترات السابقة، ولذلك جاءت في البداية المبادرات الرئاسية الصحية لعمل نوع من المعالجة لما شابه الفترات السابقة. هذه المبادرات وصلت المعالجات فيها والكشف والعلاج لحوالي 180 مليون مواطن. طبعا احنا مش عددنا ده، لكن في بعض السادة المواطنين راحوا مرتين وثلاثة واربعة، وبالتالي العدد بيقول 130 حالة من الخدمات المقدمة يعني. بالضبط 180 مليون حالة كشف وعلاج من خلال هذه المبادرات. هذه المبادرات وغيرها ادت الى تقليل فترات الانتظار بالنسبة للمواطنين، واجراء عدد من ملايين لعمليات جراحية مباشرة للمواطنين بدون قوائم انتظار. قللت قوائم الانتظار، عجلت بالعمليات الجراحية، أنقذت الملايين من المواطنين. أيضا دخلت في مجالات يعني جديدة، التقزم والسمع عند علاج السمع عند الأطفال وأمور أخرى خاصة بالصحة، لأجل أن نصل إلى مرحلة التأمين الصحي الشامل. وده الهدف الأكبر اللي الدولة بتسعى إليه وتعمل من أجل إنفاذه خلال الفترة الماضية بعدما بدأت بالتطبيق بالفعل في عدد من المحافظات. أعتقد البداية كانت في بورسعيد. بدأت في بورسعيد وللأسف يعني تعطل الموضوع شوية بسبب جائحة كورونا، ولكن عاد للتسارع. وأيضا دخلت على الخط عدد من المحافظات، حوالي 5 محافظات بعدد مواطنين يبلغ في الإجمالي حوالي 12 مليون مواطن يتلقون العلاج بهذه الوسيلة، وهو مشروع شامل يهدف إلى العلاج الكامل لمنظومة الصحة في مصر، وليس مجرد خطوات لعلاجات مؤقتة. يعني وفي استعراض حديثك لأسباب تأخر استكمال التأمين الصحي الشامل عرّكت في حديثك على السبب كان كورونا، وده يستدعيني أسألك عن رؤيتك لتعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا. هو كان تعامل الحقيقة تعامل يعني منظم بشكل كبير جدا، وتفادى العديد من الكوارث السلبية التي كان يمكن أن تحدث. بعدما وفرت الدولة أولا الأمصال واللقاحات، ووفرت الأماكن العلاج، وكانت مصر من بين الدول القليلة التي يعني انتشرت فيها الجائحة بسبب الإجراءات الوقائية التي قدمتها الدولة خلال هذه الفترة. لو تكلمنا عن النجاح الكبير في علاج فيروسي. دي قصة نجاح كبيرة جدا تسجل على مستوى العالم، وقد نجحت مصر في أن يكون لديها صفر في هذا المرض الخطير الذي كان يعاني منه المصريون منذ الأزل، لأنه مرتبط بالهريسيا وبأمور أخرى. وقد حازت مصر على جوائز دولية من المنظمات الدولية
المعنية بهذا الشأن بسبب هذه الجهود التي طبعا قادها رئيس الجمهورية والمنظومة الصحية التي نجحت في أن تقضي على هذا المرض قضاء نهائيا. لو بنتكلم عن الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر ل2030، فلسفة كبيرة بناء الإنسان قائمة على الصحة والتعليم في المقام أيوة. الأول، لو حابب اتكلم مع حضرتك أستاذ رفعت عن المنشآت الصحية في مصر في الفترة الحالية، ما تم تحديثه من مباني قديمة وما أنشئ وما هو موضوع ومخطط في استكمال باقي مراحل حياة كريمة في الفترة المقبلة للوحدات الصحية. هو في تكامل ما بين مبادرة حياة كريمة من خلال المنشآت الصحية التي ترعاها وخلال المنظومة الصحية الرسمية للدولة. ده أدى إلى تطوير ما يقرب من 400 وحدة صحية في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، أدى إلى تطوير مستوصفات ومستشفيات عامة يهدف إلى تحسين الخدمة في جميع مستشفيات الجمهورية لتتناسب مع منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القادمة. التطوير الصحة والعلاج الطبي في هذا المجال وهذا الإطار يهدف إلى وجود تغطية شاملة لكل مواطن في مصر صحيا وطبيا، بحيث أنه ما يكونش فيه مشاكل لا مالية ولا علاجية في هذا الأمر، وهو مشروع يقوم على التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وأساسه الوحدة الخاصة به هي وحدة الأسرة التي وحدة طب الأسرة. وحدة طب الأسرة شاملة، يعني كل أسرة هتخش تحت مظلة هذا القانون إجباري، حتى يكون هناك تمويل متواصل ولا توجد في مقابله عوائق كما حدث في الفترات الماضية. وهناك هيئة خاصة بالإدارة، وهنا بقى عاوز أقول لحضرتك أن في فصل ما بين التمويل والإدارة، إدارة المشروع وتمويل المشروع. تمويل المشروع يكون من خلال هيئة التأمين الصحي، وإدارة المشروع من خلال هيئة اسمها الرعاية الصحية. هنا الرعاية الصحية تهدف إلى أن يكون علاج كل مواطن في مصر من خلال هذا المشروع. حتى المواطن غير القادر ستقوم الدولة بتوفير شروط وظروف معينة لكي يتمتع بالمجانية في هذا العلاج، وهذا عدد كبير يصل إلى حوالي 30% من عدد السكان. يعني بقيت أمامي 60 ثانية، هل هناك دور للقطاع الخاص في بين قوسين نتكلم عن المبادرات زي التحالف الوطني لعمل العلاج؟ دور كبير جدا للقطاع الخاص، لأن التأمين الصحي الشامل والمنظومة الصحية الجديدة تعطيه مزايا كبيرة تشجعه على أن يشارك بقوة في الاستثمار وفي العلاج أيضا وتقديم العلاج، لتشجعه لكي يقوم بدور بقوة في هذا المجال للمساعدة الكبيرة في تقديم الرعاية الصحية.